السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. كعادتي أرحب بضيف الكرام، معنا هذه المرة الدكتور عبد الله بن ربيعان، طبعا هو دكتور في الشأن الاقتصادي، وموضوعنا هذه المرة أيضا مهم اللي هو مشروع نيو مستقبل. مساك الله بالخير. مرحبا بك خويدي. ومعنا يبدو للمرة الأولى أيضا الاقتصادي المعروف الاقتصادي المشاكس عبد الحميد العمري، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. ومعنا الأستاذ أمجد المنيف مدير عام مركز سمت للدراسات، مساك الله بالخير. أهلا بك. أخيرا معنا زميلنا الحبيب الأستاذ عبد الله ناصر عتيب الكاتب في جريدة الحياة، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. أهلا بكم وأهلا بضيوف الكرام، وإلى موضوعنا الأول. اليوم قفزة سعودية جديدة نحو المستقبل بمدينة عمادها التكنولوجيا وروحها التقنية، وبتواجد شركاء نوعيين من مختلف أنحاء العالم ممن يمتلكون الإمكانات المتميزة في مختلف المجالات التي تحتاجها المدينة الحالمة، التي وصفها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنها ستكون مكانا للفرص الخيالية ومجمعا للموهوبين والمبدعين من كافة أنحاء العالم لصنع شيء مختلف. أهلا وسهلا بكم. الحقيقة مع الأمير محمد بن سلمان لا حدود للأحلام ولا سقف للدهشة. لا يفتى الأمير محمد بن سلمان عن أن يلوي أعناقنا وهو يصنع بهجتنا ويدخلنا ساحات الأمل والتفاؤل بعد أن طوقتنا الذرائع المبالغ فيها. لا أملك إلا أن أقول سر بنا أيها الأمير الشاب ونحن في إهابك حذو الخطوة بالخطوة. دكتور عبد الله، كيف تحدثنا عن انطباعاتك رؤيتك لمشروع نيو مستقبل؟ والله أخوي أدريس، يعني إذا كنت أقول أنه مفاجأة جميلة طبعا لا أجاوز الحقيقة. هذا ليس مشروع، ومن الظلم نسميه مشروع ضخم أو مشروع كبير، هو يبدو لي حلم جيل قادم أكثر منه يعني مشروع. لأن الـ 15 مليار نقول عنها مشروع كبير، وإذا وصلنا 50 مليار قد نقول مشروع ضخم. نتكلم عن 500 مليار دولار لما تحولها بالآلة الحاسبة، تتكلم عن مشروع حجمه 1.875 تريليون ريال سعودي. صحيح، أنا قريت هذا الكلام أيضا في مقالك اليوم. نعم صحيح، صحيح. مقالي اليوم تطرق لهذا الشيء. صحيح. إذا الإضافة إلى أنه هذا المشروع هو ليس لنا كجيل الآن حالي، هو لجيل المستقبل، لأنه حينما يتحدث عن الذكاء الصناعي وعن الروبوتات، ويعني إحنا نخرج من المشهد كله، لأن لم نعد في المشهد، لأنه للأسف إحنا تجاوزنا في أعمارنا. إيه بس وإنما هو الآن لا تحبطنا يا عبد الله، إحنا أيضا سنكون يعني سواح في المسألة. قد يضيفونا قد يضيفونا يمكن إذا كان في دار للعجزة ذيك السنة ممكن يستغل. الشاهد هو مشروع ضخم من كل، يعني مشروع خرافي وليس ضخم، هو أكبر من ضخم. مشروع يقوم على اقتصاد الجديد اللي يسمى الاقتصاد المعتمد على المعرفة والتكنولوجيا. أيضا هو مشروع، الآن طبعا تتحدثون على فكرة في العالم عن الثورة الصناعية الرابعة اللي هي اللي يسمونها مشاريع الذكاء الاصطناعي. ما يعني الذكاء الاصطناعي بالنسبة لنا؟ إنه هذه الآلة يدخل لها برمجة معينة وخوارزميات معينة أنها تستطيع أن تفكر كما البشر. صحيح. فالعقل الإلكتروني حينما يبدأ يفكر كما البشر طبعا سيكون هذه نقلة غير مشهودة في العالم. وللأسف يعني يمكن أرجع وأقول أنا ترى ما عندنا الآن يمكن حتى التصور، ما نستطيع أن نتصور مثل هذه الأشياء، لأنه يمكن الدراسة والجيل اللي عشنا فيه ما كان ولكن لما تذهب لليابان ويتكلمون الآن عن 100 روبوت عملاق تجوب العالم. لما تتكلم مثلا عن شركات في بريطانيا تجد أنهم صنعوا روبوت أظنه فاز على بطل العالم في الشطرنج. القدرات الذهنية اللي استطاع الذكاء الاصطناعي أن يصل لها. صحيح. طبعا هذا جيد للعالم وممتاز وجيد أن سندخل هذه المرحلة. صحيح. ولكن هل يعني، وهذا طبعا سؤال يعني ترى مهم جدا، هل نحن مستعدون لدخول هذه المرحلة أم أننا سنظل مستهلكين للاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا؟ الحقيقة إحنا إلى الآن ما زلنا مستهلكين. لذلك أنا أرى أنه مشروع نيوم اليوم هو فرصة أحلام لشبابنا اليوم وأيضا للمتخذي السياسات. لابد أن يدخل الشباب ظنيا عشان يوم يجي 2025 وتفتتح المرحلة الأولى نكون نقلنا جزء من الجيل السعودي إلى أنه دخل الثورة
الاقتصادية الرابعة من أوسع أبوابها وليس فقط مستهلكين. وهذا طبعا يمكن من الأشياء اللي حقيقة أتمنى ينتبه لها متخذ القرار، ينتبه لها أيضا المستثمرين في اليوم، أنه دائما عندنا جيل سعودي واعد وشاب وقادر، ولكن أعطوه الفرصة بحيث أن ما نظل مستهلكين فقط. 500 مليار اللي ذكرنا أنها 1,875,000,000,000 يجب أن تعود أول ما تعود على شبابنا السعودي وعلى جيلنا القادم، ليس جيلي أنا وإنت. صحيح. لا لا ممتاز على حاله. أولا أنا متفائل، يكفي أنه عندنا الآن صوفيا اكتسبت الجنسية السعودية، وهذه أصلا خطوة في هذا التقدم التقني. ذول اللي عندهم منتصف العمر، أزمة منتصف العمر، يصير عندهم حالة من الإحباط يعني، لكن أنا متفائل يا عبد الله، لأنه في كلام الأمير في حواره في بلومبيرغ قال إنه يعني جزء من المشروع نيوم سينتهي في 2021، هذا قريب يعني 3-4 سنوات. 20 هو يبدو لي. إيه فممتاز. أبغى أشوف الأستاذ عبد الحميد إيش متوقعك الانعكاسات المتوقعة لهذا المشروع على موقع لموقع السعودية على خارطة الاقتصاد والسياحة العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تجربة المملكة مع مثل هالمشاريع العملاقة ما هي جديدة. يعني نتذكر حنا في النصف الثاني من أو في منتصف السبعينيات لما في تلك الفترة جت الطفرة الأولى للبترول، ترجمت من خلال إنشاء مدينتي جبيل وينبع. في ذلك الوقت كلفت كل مدينة الحالة من 650 إلى حدود 700 مليار ريال، يعني أنت تجمع لو تجمعها على بعض تقريبا تتكلم فوق 1 تريليون ريال في ذلك الوقت. هذا يعادل تقريبا 4 أضعاف حجم الاقتصاد السعودي في ذلك الوقت. اليوم أنت تتكلم، وهذه النقطة الأولى. الثانية أنه في المدينتين تقريبا تركزت على الميزة التنافسية اللي كانت عند المملكة اللي هو البترول والبتروكيميكال والبتروكيميكال. الجديد في المشروع نيوم انه بعيد تماما عن هالمجال، مجال البتروكيميكال ومجال البترول جديد تماما. إيه؟ فهذه خطوه اضافيه لموضوع تنويع القاعده الانتاجيه عندنا، وهذه اهم نقطه مهمه جدا، يعني تعطيك الفرق بين الجبيل وينبع وبين نيوم. اثنين، انه في ذلك الوقت لما انشات الجبيل وينبع كانت نسبه الاميه الموجوده عندنا فوق 90% في المجتمع السعودي. 90 فوق 90% عفوا اي طبعا نسبه الاميه عدد كبير، كانت نسبه كبيره جدا وعدد السكان بس مش 90%. انا اذكر ان فعلا بيانات التنميه مؤشر التنميه اللي هو UNDP كان يتحدث عن هذه النسبه في ذلك الوقت. انا اتكلم عن منتصف السبعينيات، عدد السكان تقريبا كانوا اقل من 7 مليون. فاحتجنا الى الاستقدام واحتجنا. اليوم التجربه تختلف تماما، صحيح العناوين ممكن تتشابه ولكن المضمون يختلف. فاليوم انت تتكلم على مجتمع السعودي تقريبا فوق 30% اللي هم سن ال 15 سنه فاكثر، نسبه الجامعيين يصلون الى 30%، مجتمع متعلم جدا. عندنا 55% من الباحثين عن العمل هم جامعيين، فبالتالي من هنا إلى 2025 أو حتى 2021 المجتمع من ناحية التعليمية ومن ناحية التعليم ومن ناحية التأهيل هو جاهز لمثل هذه النقلة النوعية فعلا، سواء كان على مستوى الاقتصادي أو حتى على مستوى الانتاجي. الجميل في الموضوع أنه الإضافات اللي حدثت من الجبيل وينبع فيما بعد استطاعت أن تقفز بالإنتاج الناتج المحلي إلى أن وصلنا لمستويات قريبة من 3 تريليون. طبعا هذا أمر استغرق 30 سنة. هذه أنا أعتقد أنه ستكون المنجزات بالنسبة لها بحكم المعطيات اليوم والتحولات السريعة اللي صايرة على مستوى العالم وليس فقط في المملكة. أنا أعتقد أنه مساهمة نيوم قد تختصر فترة 30 سنة في أقل من 10 سنوات، وهذا أمر مهم جدا، لأن عندنا تحديين مهمة جدا، وأعتقد أنه وجود مثل مشروع مثل نيوم سيسرع الإنجاز. الخطوة الأولى اللي هو تنويع القاعدة الإنتاجية اللي تأخر، وعندنا موضوع امتصاص الفائض طلاب العمل من المواطنين والمواطنات. التقديرات اليوم تتحدث عن ما يقارب 400 إلى حدود 500,000 فرصة وظيفية نراها اليوم. رغم الاعتماد على التقنية والتقدم والأمور هذه، لكن الأرقام المعلنة اليوم من الجهة اللي وراء نيوم كجهة معتمدة أنت تتكلم على ما يقارب 500,000 وظيفة. هذا أمر يعني كأنك قفلت 50% من التحدي الموجود عندي اللي هو البطالة،
والتقرير اللي ذكره صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجة إلى توفير أو إيجاد 1,000,000 وظيفة خلال 5 سنوات القادمة. أنت حليتها بمشروع واحد، وهذا الأمر اللي كنا نتكلم عنه في تقريبا أثناء فترة البترول كان 140 دولار و120 دولار، أنه يجب أن تترجم الأموال الضخمة الموجودة عندنا والفرص الواعدة أن تصب في مصب واحد. عندك ثروات طائلة كانت فوق 4 تريليون، اليوم تراجعت إلى 3 تريليون. عندك فرص واعدة، اليوم عندنا كم المدن المهمة جدا في البلد؟ يمكن 3-4 مدن وعلى خط واحد من جدة إلينا الشرقية. ولكن المواقع الجغرافية الموجودة عندك اللي فيها مزايا نسبية هائلة جدا، لا إقليميا ولا عالميا، صحيح، لم تستغل. صحيح. فهذه تقريبا كلها تترجم. وطبعا حديث طويل، يعني حنا اليوم الله يعطينا العمر سنشاهد إن شاء الله الإنجاز، وسنشاهد إن شاء الله الترجمة لهذا الأحلام، وسنشاهد مناطق أخرى أيضا. قال الأمير أنه يعني وعد بأن غير تبوك سنرى مناطق أخرى. فقط أنا أريد يعني ولا في دقيقة أرجع لك، أبجيك عن نيوم هذا فقط، لأنه أي أنا في نيوم أنا ما زلت بس أشوف أمجد إذا عنده رأي أيضا. كيف شايف أنت، هل نجحنا في تقديم نيوم إلى العالم في تسويقه؟ جميل. بداية يمكن ما شاء الله الزملاء أخذوا الجانب الاقتصادي فريحونا، لأنه الجانب الاقتصادي هو يمكن الجانب الأهم. بالنسبة لما حدث في اليوم، إحنا خلال 24 ساعة في مركز سمت عملنا رصد كامل، سواء اللي مع نشر رقميا أو حتى من خلال ما نشر عالميا. رقميا كان في استبشار غير عادي بالنسبة محليا وحتى إقليميا حول المشروع وتأثيراته على سواء على السعودية بشكل مباشر أو حتى على الدول المشاركة أو حتى على الإقليم بشكل عام. في الصحافة العالمية لأول مرة تكاد تتفق الصحافة العالمية على الاستبشار والإشادة بمشروع سعودي. عادة أي مشروع سعودي مهما كان، بداية من الرؤية إلى، طبعا إحنا نتحدث عن العهد الحالي، ودائما ما يجدون معوقات أو يجدون عراقيل أو يحاولون أن يظهرون المشاريع بشكل غير جيد. لأول مرة وجدنا يعني استبشار كبير من قبل الصحافة العالمية، ويمكن الأغلبية شاهد كيف فردت الغارديان صورة ولي العهد في الصفحة الأولى وأشارت إلى تصريحاته بشكل واضح. كان في استبشار بشكل كبير. عودة على المشروع، أعتقد أنه أنا أتفق مع زميلي الدكتور عبد الله أنه من الظلم أنه إحنا نسميه مشروع، لأنه أنا أشوفه هي ثروة وثورة في نفس الوقت تنموية كاملة. يعني لما نعود يعني سياسياً، كيسنجر يقول أنه هناك نوعين من الثورات، عندنا الثورة التاريخية والثورة العقلانية. الثورة التاريخية غالبا ما تولد إلا مشاكل، قتل، دم، تحتاج وقت طويل حتى تسترجع، اللي فيها ثارات، اللي فيها ثارات واللي فيها قتل واللي فيها يعني يكون فيها، احنا نتكلم عن الأغلبية منها، أنه يكون يعني مردودها سيء جدا. بالنسبة للثورات العقلانية دائما يقومون فيها أشخاص يعني يأتون كمنقذين. صحيح. اعتقد انه ما يعني ما يحدث الان هي بمثابة الثورة العقلانية. يعني حتى لما ناخذ التاريخ بالنسبة لدول الشرقية، معظمها التي يعني استفادت من الثورات العقلانية قامت على من خلال ثقافة المنقذ. يعني اذا تحدثنا على تونس، سنغافورة، تحدث حتى عن تركيا من خلال أتاتورك، كلها قامت على من خلال المنقذ. لكن عندنا إشكالية احنا، انه لما تحدث عن رؤية الأمير ووضوحه ومعرفته في موضوع هذه الثورة، هناك تقل الرؤية وتتباين عند الوزراء. يعني ما يكونوا ما هم متفقين في نفس الخط، هناك في إشكالية موجودة تقل عندما يعني نتحول بالهرم من الوزراء إلى المواطنين. أعتقد أنه في فراغ اتصالي في هذا الجانب، يجب العمل عليه لإيضاح هذه المتغيرات. هذا يمكن أهم الزوايا اللي يفترض أنه يعمل عليها. لكن أعتقد أنه هي كمدينة تقدم نفسها بدون أي مديح أو محاولة تزيين أو تجميل. احنا تحدثنا عن وجود يعني أهم المستثمرين في العالم اللي كانوا موجودين، استبشروا، ويعني بعضهم بدأ يعني مفاوضات جادة، بعضهم وقعوا عقود، بعضهم. فإحنا إن شاء الله نقول أنه هي ثروة وثورة مختلفة إن شاء الله، يعني ممتاز، تدفع بنا إلى شيء أجمل. ممتاز. أستاذ عبد الله، هل تشوف أنت أنه منحنا لصوفيا الجنسية السعودية يمكن أن يكون إشارة إلى توجه سعودي لمنح الكفاءات الأجنبية الجنسية السعودية؟
والله اعتقد انه منح الصوفيه للجنسيه السعوديه اعتقد انه فكره اتصاليه ذكيه، يعني يعني العالم كله صار يتحدث عن الروبوت اللي يمنح اول جنسيه، فهذا عمل يعني فوكس كبير على المنتدى، على منتدى الاستثمار، على نيو كذلك. من خلف هذه يعني انت سالت سؤال مهم، هل وصلنا بهال للاخ امجد، هل وصلنا بهال المشروع للعالم؟ انا اعتقد انه لاول مره انا اشوف انه وصلنا العالم بشكل جيد في هالمشروع هذا. يعني كل صحافة العالم تتحدث عن المشروع. الصورة النمطية للسعودي عادة في صحافة العالم للمواطن، عند المواطن العالمي بشكل عام، المواطن الكوني، يعني مواطن قاعد على طعس وقدامه برميل بترول، عنده برميل نفط وفي الفترة الأخيرة دخل مثلا في الإرهاب بشكل أو بآخر، وضيفت يعني لها الصورة النمطية للسعودي. أعتقد أن هذا إحنا في سبيل الآن تغيير الصورة من خلال مثل هذه المشاريع. نيو يعني تحدثوا الزملاء وما تركوا لنا شيء الحقيقة في الجانب الاقتصادي، في الجوانب أيضا الاتصالية. أنا أعتقد أنه تحدث الدكتور عبد الله أنه مش مجرد مشروع، يعني هذه مرحلة حتى أيضا ربطها بمسألة ثورة صناعية رابعة كذلك، أنها قد تكون إحدى نواة الثورة الصناعية الرابعة. أنا أعتقد أنه تجديد جديد للدولة السعودية. يعني إحنا السعودية ترى عمرها 100 سنة تقريبا، وفي 100 سنة هذه دولة مستقرة على امتداد 100 سنة نتيجة ظروف كثيرة، في ظل ان عندنا حولنا دول كثيره يتمتعون بنفس الثروات الموارد الطبيعيه اللي نتمتع فيها، وعندهم عقول بشريه وعندهم اجواء لو سابقين يمكن في التعليم سابقين، التعليم سابقين بظروف المستعمر اللي كان عندهم قبل، يعني وعمل المستعمر عندهم يعني حضاره ما كانت موجوده عندنا كذلك، المياه موجوده عندهم بشكل كبير، الا انهم كانوا دائما يخرجون من نكبه ويدخلون في نكبه اخرى من تعثر الى تعثر اخر. احنا على امتداد 100 سنه كان هناك استقرار اقتصادي عندنا، تغير يعني، وخلال 100 سنه هذه كنا نتجدد. يعني الملك عبد العزيز عندما بدا الدوله السعوديه الثالثه كان دوله تجديديه بامتياز، صحيح، يعني في ظروف المنطقه كان مجدد، كان مجدد، وهذا ما جعل هناك دولة تبنى من جديد. خلال هالسنوات هذه يعني في خمسينات القرن الماضي عندما كان فيه استقلال لبعض الدول العربية، اضطررنا احنا ايضا ان نجاري هذا التغير في المناطق المحيطة فينا بشغلات، يعني حتى كان فيها مشاكل داخلية هنا، سواء تعليم المرأة او ادخال التلفزيون او ما خلافه، تجديد داخلي. انا اعتقد ان علشان نعيش 100 سنة قدام احنا بحاجة الى تجديد، احنا بحاجة الى تجديد، تجديد سياسي، تجديد اقتصادي، تجديد اجتماعي كذلك. وانا اعتقد ان نيوم هذا احد هالمشاريع اللي نجددها، مش كل المشاريع، يعني احنا ما زلنا بحاجة. انا معجبني النيوم هذا، ان هناك فيه نيوم صغرى ترى، الفيصلية في جدة، مدينة الفيصلية في جدة، صحيح، مدينة الطائف الجديد، كل هذه حتبنى من الصفر. يعني احنا نتوقع في نيوم مثلا، والامير ذكر هالمسألة هذه، ان حنبداها من الصفر، والبداية من الصفر افضل من انك تذهب بمدينة موجودة للمستقبل، صحيح، مدينة قديمة تذهب للمستقبل. حيكون هناك اتصالات جديدة، حيكون هناك خطوط جديدة ربما غير الخطوط السعودية، طبعاً. حيكون هناك دفاع مدني جديد، حيكون هناك شرطة جديدة. أنا أعتقد أن مدينة نيوم هذه حتزحف على السعودية كنموذج بحيث تجدد. احنا دائما نقول أرامكو، نذكر أرامكو في أمثلتنا، لكن أرامكو كان عندها مشكلة وحيدة، انها كانت منكفئة على ذاتها، عندها مشروع معين ومنكفئة عليه، جيدة في هالمشروع، جيدة في المرور، جيدة في الدفاع المدني، جيدة في التعليم كذلك، لكنها ما تطلع الا بامر معين، يعني ابنه جدة، ابنه كاوست، ابنه كذا، صحيح. لكن اعتقد انه يوم حيصير هو نموذج اقتصادي، حيكون نموذج اجتماعي كذلك، حيزحف، يعني انت حتظل متاخر، يعني اذا انت في اي جزء من السعودية ولم تتحاكى مع، يعني فيه شغلة في الهندسة الكهربائية يسمونها mutual inductance، يعني حث متبادل، يعني إذا اشتغل شيء في جهة معينة لازم يشتغل الشيء المقابل له علشان يعيش. يعني تبوك في المستقبل عشان تكون مدينة قابلة للعيش لازم تكون على غرار نيوم، أو على الأقل يعني تحاول أن تحاكيها أو تضاهيها. أنا أعتقد أن المستقبل يعني السعودية الجديدة هي نيوم. ايوه ممتاز. انا ايضا اتفق مع الاستاذ عبد الله، وانا اعتقد ان الامير محمد بن سلمان يقود الثوره العقلانيه
في المملكة لنغادر إلى المستقبل. فقط إضافة بسيطة ذكر أخوي أمجد كلمة جميلة، نيوم هي ثروة وثورة. فأنا يمكن من حجم الرقم يعني ماني مستوعب إلى الآن، لأنه لو دخلت نيوم كدولة لاحتلت المرتبة 24 في العالم من حيث الجي دي بي، سبقت يمكن السويد أو حاجة. المملكة الآن 19 وحجم ناتجنا 707 حسب مليار دولار. فأنت تتكلم عن 500، لو وضعته تصنيف ما هو مشروع من ضمن دول العالم لوجدته في 25 الأوائل، فهو مشروع ضخم جدا ومشروع مستقبل ومشروع حلم. أنا أطالب اليوم من هذا المنبر أنه الليلة يعين أو ينشأ وزارة أو هيئة للذكاء الصناعي مقرها نيوم. بمعنى لا نتأخر أنه فقط نستورد وكل شيء يركب لنا جاهز ولأنه سندعم مادي، إحنا نريد أن نتفاعل. عشان نتفاعل نحن نريد إلى جهة أو جهاز أو كيان حكومي نسميه ما شئنا يكون مقره في نيوم، وأن يستقطب الشباب السعودي، أن يتبنى شباب سعودي لأنه يبدأون النواة الأولى في نيوم في مشروع الذكاء الصناعي. ولذلك أنا أطالب يمكن هيئة سميها وزارة أنها تبدأ في نيوم قبل أن يبدأ المشروع، بحيث أن نواكب التعليم ونواكب نقل الخبرة، وأنه شبابنا يستفيد منذ بداية هذا المشروع، مو بعد ما يبنى يجي نشوف إيش فيه يمكن ما نعرف اللي. فنحن نريد أن نبدأ مع المشروع بشباب سعودي بإدارة سعودية باستفادة سعودية. ما يمنع أن نأتي بخبراء عالميين، ولكن نريد أنه يكون لدينا وزارة أو هيئة أو جهة تشريعية أو جهة تستقطب الشباب في هذا المشروع وتدخل المستقبل الجديد اللي يمكن إحنا كلنا في المملكة في الوقت الحالي ما نعرفه. اسمع لي إضافة صغيرة، ال 500 مليار اللي أعلن عنها هذه اللي راح تضخ الحكومة السعودية في مشروع نيوم، لكن راح يضخ مئات المليارات كذلك من آلاف الشركات المستثمرين. يعني صحيح 500 مليار مش 500 مليار ما تبني مدينة ولا شيء، يعني 500 مليار ترى حي من الرياض ولا أقل بعد، يعني إذا عملت الأصول قيمت الأصول راح تلقاها حي من الرياض. أيوة. لكن راح يضخ آلاف المليارات، يعني قد يكون إذا ذكر الأخ عبد الحميد قبل شوي أن الجبير وينبع كلفت أكثر من 1200 تقريبا من 700 كل واحدة لكن كلها كانت بالدولة، الدولة هي اللي أنشأت حجر الرصيف وهي اللي أنشأت المصنع في الجبير وينبع. لكن يوم مشروع مختلف، يوم الدولة راح تضخ 500 مليار لكن راح يكون هناك آلاف الشركات العالمية من كل مكان يعني راح تساهم في بناء هالمشروع. فالمشروع هذا يعني مش مجرد 500 مليار، هذا مشروع بالتريليونات. ممتاز. عبد الحميد بظنك إيش اللي جعل مشروع نيوم يستقطب مستثمرين أجانب؟ مو بس نيوم اللي قاعد يستقطب المستثمرين الأجانب كأموال وكاهتمام. التحول اللي قاعد يصير في المملكة مو بسيط. الأخ عبد الله والأخ والدكتور عبد الله تطرقوا لنقطة إنه في تجديد وفي تحول للبلد، يعني اقتصاديا اجتماعيا سياسيا فكريا حضاريا أمور كثيرة قاعدة تصير كانت في وقت مضى تتم في عقود الآن تتم في سنوات وخلال سنة واحدة. صحيح. يعني الآن كما استغرق مثلا نتكلم على مشروع الجبيل وينبع في ذلك الوقت يمكن أعلن المشروع ودشن والناس ما انتبهت. ليه؟ لأنه كان الوعي وكان مستوى الإعلام ليس بتلك الدرجة. على مستوى العالم يذكر رحمة الله عليه غازي القصيبي في قصة جاه مراسل بريطاني لأحد الصحف يقول كنا مجتمعين في دور أو بيت شعبي في الملز وقاعدين مجلس إدارة سابق كانوا حدود سبعة وكان أكبر واحد فيه يمكن عمره 33 سنة ودخل عليهم الصحفي ذا وقالوا إيش قاعدين تسوون؟ قالوا حنا قاعدين نشتغل على صناعة شركة لن تغيب عنها الشمس. في ذا الكلام في 76 77 ميلادي. فأخذها البريطاني الصحفي وراح سوى تقرير ساخر بغازي القصيبي والشباب اللي كانوا موجودين معه. لما افتتحت سابق وافتتحها الملك في ذلك الوقت وأصبحت سابق حقيقة يراها على الأرض. على الأرض كانت الكلمة وحتى في الكتاب اللي كتبها رحمة الله عليه في الإدارة قال هذا الموضوع لن أنسى ذلك البريطاني وذكر بالاسم أنا للأسف والله أني ناسي بس موجود في كتاب حياتهم في الإدارة ذكر هذا المشروع لذاك الصحفي. شفت اللي دخلت علينا نفس الشيء. اليوم في كثير من الناس قد يقول أنه أمس البحر الأحمر اليوم نيوم بكرة ما ندري وش بيصير. هل المواضيع الهائلة يمكن يشكك فيها تقصد قد يشكك فيها صحيح. لكن حينما يشاهد تجربة سابقة للمملكة العربية السعودية تحققت هذا الجبيل وهذا ينبع وهذا سابق وعد ستشاهد أنه هالبلد
ليس جديد عليها أن تبتكر مثل نيوم أو البحر الأحمر أو ما سيأتي من المشاريع. نعم. ما هي بجديدة يعني. ممتاز. هذا بلد يحرق المراحل بالضبط. نحو المستقبل. فاصل ثم نعود إليكم.